يا دكتور بونجور على حضرتك. بونجور يا نهاوند. اهلا وسهلا يا فندم. بنسعد بوجود حضرتك والله معانا كضيف او طبعا على التليفون، وعايزه اروح معاك لكذا ملف. طبعا دلوقتي بيكون في وقت الميركاتو ونهايه الموسم وبدايه موسم جديد، دايما يبقى فيه الكلام والاشاعات وغيره وغيره. طب هو رونالدو هيكمل ولا لا؟ طب هو ميسي هيروح فين؟ طب هو محمد صلاح هيكمل مع ليفربول بعد تدني المستوى ولا انت شايف ايه؟ الكلام ده كله شفنا برضو بعض المديرين الفنيين المخضرمين اللي بيتركوا انديتهم، منهم مثلا اسبالاتي ونابولي، وده حسب التصريح الاخير اللي احنا قريناه او شفناه ان ده بناء على رغبته هو بسبب الضغوطات اللي كان بيعاني منها الفتره الاخيره. يعني خلينا نتكلم في العموم في مصير النجوم اللي انا ذكرتهم، ولو حضرتك برضو عايز تضيف اتفضل يا دكتور. اولا ميرسي انا وانت، شكرا. طبعا انا اللي بتصرف كل ما ابقى معاك اكيد. طبعا احنا خلاص في نهايه الموسم، مش فاضل غير يمكن بعض الماتشات القليله جدا في الدوريات، وعندنا فاينل الكاس في انجلترا يوم السبت الجاي، وبعد كده هيبقى نهائي دوري الابطال، ده اللي هنختتم بيه الموسم يمكن السبت اللي بعده. فخلاص كده احنا فعلا بدانا يعني هو الميركاتو ما بداش، هيبتدي بعد نهايه الموسم، يعني هيبتدي يمكن في نص يونيو، لكن بدانا بقى التكهنات والكلام الكتير. وطبعا النجوم السوبر ستارز بيبقى هم اللي عليهم الكلام الاكتر. اكيد مصير ميسي هو الاهم دلوقتي، لان هو خلاص تعاقده انتهى مع باريس سان جيرمان. كلام كتير جدا، هل هيرجع برشلونه؟ هل هيروح الدوري السعودي تحديدا الهلال؟ هل هيروح امريكا في ميامي ستارز النادي اللي بيمتلكه ديفيد بيكهام؟ لسه ميسي هو نفسه ما اتكلمش خالص، المقربين منه هم اللي بيتكلموا، او يمكن نادي برشلونه نفسه بيتكلم. امبارح تشافي في البريس كونفرنس اتكلم ان هو الباب مفتوح اكيد قدام ميسي، لكن في حاجات كتير لازم تتعمل. عوده ميسي برشلونه هتبقى عوده عاطفيه مش عمليه، لان هو طبعا عمليا اكيد هيخفض راتبه بشكل كبير جدا. برشلونه محتاج كمان يبيع اكتر من نجم عشان يقدر يوفي بمتطلبات الماليه لصفقه زي دي. الناحيه الثانيه، عرض الهلال السعودي الكلام كله انه وصل ل 600 مليون يورو في الموسم، وده هيبقى رقم تاريخي، هيبقى رقم لا قياسي. هو كان 400 بقى 600. لا الكلام انه وصل ل 600 دلوقتي، هو الموسمين مليار و200، ده رقم خيالي يعني. والله يعني يروح يعني ساعتها لازم يروح بصراحه. واو، طبعا ده حاجه هتبقى قويه جدا لو حصلت. والعرض الثالث اللي متاح على المائده يعني هو عرض ميامي ستورز او انتر ميامي الامريكي، اللي هو النادي اللي بيمتلكه ديفيد بيكهام، وهو برضو حاجه بتبقى بروموشن لكاس العالم اللي هيتعمل 2026 في امريكا الشماليه كلها، امريكا والمكسيك وكندا. فخلال الايام الجايه طبعا هيتضح موقف ميسي، لكن اعتقد هو مش هيتكلم غير لما يبتدي الميركاتو رسميا يعني. كريستيانو رونالدو طبعا هو موجود في النصر، لكن كل الكلام اللي اتقال ان هو مش سعيد بالتجربه، يعني رغم طبعا ان هو على طول بيشيد بالدوري السعودي وعلى طول بيشيد بالمكان اللي هو موجود فيه. لكن فكره ان الموسم انتهى بدون ما النصر يحقق اي بطوله، رغم ان الكل كان متوقع ان بوجود كريستيانو النصر هيفوز بكل البطولات، لكن النصر خرج من كل البطولات، خسر لقب الدوري للاتحاد. هو انا ممكن اسالك حاجه يا دكتور؟ اتفضل. بس ده ليه اجابه عادي. هو فسر لي ازاي ده حاصل، يعني هل هنا الفكره كلها ان الدوري السعودي ليس قائم على البطل الاوحد؟ يعني فكره ان او الوهم اللي كان عند البعض اللي هو لما هيروح ينضم لنادي النصر خلاص نادي النصر كده هيحصل على كل البطولات، يعني اعتقد برضو كان في ناس عندها امال لده، بس فكرة ان هو ما حصلش على ورا بطولة مع وجود كريستيانو رونالدو برضو مش مفسر قوي. بتشوف ده ازاي؟ هي فكرة ان في لعيب ياخد بطولة لوحده، ده دي يعني للأسف دي أسطورة او وهم الناس بتتكلم. بس ده لاعب 10 لعيبة ممكن تقول في الدوري يعني، ولا انا غلطانة؟ طبعا لا، هو اكيد يعني ممكن نقول مثلا ان النادي مش هيقدر يفوز من غيره، او ان هو دوره مؤثر جدا، او ان هو له دور كبير جدا، لكن ان هو يعمل كل حاجه لوحده دي، لان دي مش لعبه فرديه، دي لعبه جماعيه، فهو مش هيعمل كل حاجه لوحده يعني. لكن طبعا اكيد فكره ان النصر ما يخرج من كل البطولات وبالشكل ده كانت برضه صدمه يمكن للجمهور اللي كان متوقع ان رونالدو هيروح يعمل كل حاجه. اكيد رونالدو يعني مع كامل الاحترام والتقدير للدوري السعودي اللي هو يعتبر من اقوى الدوريات في المنطقه دلوقتي، لكن رونالدو مستوى تاني يعني، حاجه انت بتتكلم في افضل لاعب في العالم 5 مرات، بتتكلم في واحد كسب كل حاجه في العالم، بتتكلم في ليفل عالي قوي، لكن فكانت الطموحات كبيره. لكن طبعا اكيد برضه عامل السن له دور، عامل التكيف على البيئه الموجوده له دور، فكل ده ما حصلش. فاكيد كل ده حصل كلام دلوقتي بيتردد، هل ممكن مثلا ان رونالدو ارتباطه دلوقتي بالسعوديه بالكره السعوديه، هل ممكن يروح نيوكاسل مثلا؟ لان نيوكاسل هيلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه، لان احنا عارفين طبعا نادي نيوكاسل مملوك لصندوق الاستثمارات السعودي.
هل بيبقى فيه تفكير انه يرجع تاني اوروبا؟ هل لا هيكمل؟ هو تصريحاته بعد اخر مباراه للنصر كانت بتقول ان هو لا هو سعيد في الدوري السعودي، وان الدوري السعودي هيبقى من اقوى 5 دوريات في العالم. هل ده بقى تصريحات كوميرشال يعني حاجه كده تجاريه، ولا هيكمل فعلا؟ اكيد برضه هيبان في الفتره اللي جايه. هو الكلام اللي اتقال ان هو مش هيلعب الماتش الاخير في الدوري، هياخد راحه على الماتش الاخير في الدوري انضم للمنتخب، لان في فتره توقف دوري، وبعد كده بقى هنشوف تحديد مصير رونالدو هيبقى عامل ازاي. كويس جدا. طب بالنسبه بقى صلاح، نروح لصلاح شويه. وطبعا احنا سمعنا الكلام ده كتير جدا، مع نهايه كل موسم بنسمع محمد صلاح مش مكمل في ليفربول، محمد صلاح هينتقل لبي اس جي، لا محمد صلاح هيروح برشلونه، لا محمد صلاح هيروح الدوري السعودي، كلام كتير كل فتره بنسمعه. بتميل لانهي راي، وشايف انهي الافضل كمان لصلاح؟ هل هو يستمر مع ليفربول، ولا الموضوع مالوش علاقه خالص دلوقتي بفكره بقى النادي على قد ما ليه علاقه بالسن، فهو لازم يبتدي يفكر مع تقدمه في السن، مع ان انا شايف 31 على فكره مش كبير خالص يعني عادي، بس هل لازم يفكر عقلانيا اكتر الفتره دي؟ هو صلاح يعني حاليا في مرحله قمه النضج، يعني 31 دي ما بقتش يعني زمان كل واحد يقول لي يعدي 30 خلاص كده، لا دلوقتي احنا بنتكلم في لعيبه بتقعد ل 37 38 و40 في الملعب كمان. هو بالعكس في مرحله النضج العاليه جدا بتاعته. اعتقد ان الموضوع اتحسم الموسم اللي فات لما جدد عقده مع ليفربول 4 سنين كمان، لان هو الموسم اللي فات كان فيه كلام كتير ان هو هيجدد ولا هيمشي. السنه دي اعتقد الكلام اقل بكتير. هو يمكن اللي فتح الموضوع تاني فكره ان ليفربول ما وصلش تشامبيونز ليج السنه الجايه، وفكره تويت صلاح نفسها لما قال فيها ان انا حاسس باحباط كبير جدا، وان احنا خذلنا نفسنا وخذلنا صحيح. النادي وخذلنا الجمهور، ده خلى الباب اتفتح شويه في الكلام. لكن اعتقد هو يعني حتى يورجن كلوب بعد الماتش اللي فات طلع قال ان انا متفاهم جدا اللي قاله صلاح، ومتفق معاه في الكلام ده كمان، وان شايف ان الموضوع مش هيتفتح اساسا. اعتقد بالعكس، لا يمكن يعني حتى بعد ما قال الموضوع ده اللي كان واضح فعلا الاحباط فيه عليه ان هو ليفربول ما وصلش تشامبيونز ليج، لكن اخر يوم في السيزون صلاح كان يعني واضح انه متجاوب جدا مع الجمهور ومع اللعيبه. هو بدا يعني فتره اجازه صغيره كده قبل ما ينضم لمنتخب مصر ان شاء الله بعدين ياخد اجازته الصيفيه. اعتقد ان لا، مشروع ليفربول القائم مع يورجن كلوب قائم على وجود صلاح، والمشروع هيستمر الفتره الجايه، وصلاح اعتقد انه مكمل في ليفربول، واعتقد يمكن نهايه مسيرته هيكمل. طيب انا عايزه اروح، لان ده كان حديث برضو الساحه الرياضيه اليومين اللي فاتوا تحديدا، وخبر مش جديد، مش النهارده يعني، بقى لنا يومين بنسمعه، وهو رحيل سباليتي. سباليتي اسم كبير جدا، بدا التدريب تقريبا من 94، قيمه كبيره جدا في كره القدم الايطاليه، يعني فاز ببطولات عديده مع فريق روما، وكان بيمرن ميلان، يعني له سي في عظيم وعمل شغل محترم مع نابولي. بس فكره ان هو يقرر فجاه، هو حاجه و60 سنه تقريبا 64 يعني، ان هو عايز فتره راحه، هو قال كده انا عايز فتره راحه، انا عليا ضغوطات شديده جدا. بتفسر ده كان ضغوطات فعلا عليه، ولا في اسباب اخرى؟ هي في اسباب كتير، هو في ضغوطات طبعا. هو طبعا كونه فاز بالدوري مع نابولي، واول دوري يفوز بيه نابولي من سنه 90، يعني من ده انجاز طبعا. طبعا انجاز عظيم جدا، واكيد هيخلد يعني بالنسبه له هو بالنسبه لجمهور نابولي، والناس حتى مستنيه لحد الجاي لاخر ماتش في الدوري اللي هيستلموا فيه الدوري. يعني النهارده لسه قاري خبر ان في حوالي 120 الف طلب من الجمهور دول عايزين يحضروا الماتش ده، لان الماتش طبعا تاريخي بالنسبه لنابولي. لكن هو فعلا عليه ضغوطات كبيره جدا حتى من الموسم اللي فات. يعني لو فاكره حتى كان في حدوته لطيفه كده، ان هو صحي في يوم ما لقاش عربيته ولقى مسج تهديد ان احنا هنرجع لك يوم ما تمشي من نابولي. يعني الجمهور طب ليه؟ يعني انا مش فاهمه ليه ده حصل. ساعتها بعد الموسم اللي فات كانت الناس عندها احباط يعني من موسم نابولي، كانوا حصل صفقات كتير وحصل يعني رغبه كبيره في ان الفريق ياخد اللقب، الفريق ما خدش حاجه، النجوم الكبار بتوع الفرقه مشيت، فهو كان عنده ضغط كبير قوي في الفتره دي. واتقال حتى ساعتها انه هيمشي، لكن هو اصر انه يقعد واصر انه يعمل حاجه، وعمل حاجه عظيمه جدا يعني. ده ويتاخد طبعا كبير جدا، وقبل ما يخلص مرتبات كتير قوي، اول دوري يفوز بنابولي من بعد مارادونا، فاحنا بنتكلم بحاجه طبعا تاريخيه. فواضح ان الضغط ده كله عليه، وهو يمكن ما نسيش حتى المشاكل اللي حصلت مع الجمهور دي، فهو قال لا انا عايز على كلام دي لورنتس اللي هو رئيس نادي نابولي، ان هو ابلغه ان انا عايز اخد راحه سنه، انا عايز اقعد سنه في البيت. فده وارد طبعا، وارد ان يكون عنده حاجه ثانيه، وارد ان يكون خلاص شايف ان هو
مش هيعمل حاجه اكتر من كده مع نابولي. هو رائع ان القرار بتاعه ده كمان جه بعد لما كان واقف على رجليه ومنتصر، يعني ان هو ما عملش ده وهو مش هقول منكسر بس ما حققش حاجه الموسم اللي فات، بالعكس هو رد على الارض وبعدين قرر ان هو يرتاح شويه، فبرضه دي مش حاجه وحشه، انا بشوف ان ده برضه من حقه اعتقد طالما هو قدر ان هو يثبت نفسه كويس جدا ويرد على الانتقادات اللي كانت موجهه ليه. طيب معلش بقى برضه هسالك سؤال كمان، معلش هستغل وجودك يا دكتور معانا، لان لسه كنا بنتكلم عن قاعده الناشئين تحديدا في النادي الاهلي، ويعني استقدام بعض الكوادر الاهلاويه زي كابتن بدر رجب بعد خبره كبيره جدا سواء في مصر او في الامارات، والعمل على تطوير ده يعني دائم لقطاع الناشئين، ده الاساس، ده الاساس اللي بيطمنك بعد كده على مستقبل الانديه ومستقبل المنتخبات. فبتشوف ايه اللي احنا لسه محتاجينه في مصر للاهتمام بهذا الملف، ولو في نواقص من وجهه نظرك وخبرتك برضه دكتور عادل ايه هي؟ هو طبعا يعني اولا قرار عوده كابتن بدر رجب انا يعني مبسوط بيه جدا، لان كابتن بدر من الناس اللي اثرت كتير قوي في الناشئين سواء في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي في الفتره اللي اشتغل فيها في الامارات، فاعتقد ان قرار محترم جدا ونتمنى ان شاء الله انه يبقى ثمرته يعني تظهر بسرعه ان شاء الله. احنا بينقصنا حاجات كتير، بينقصنا اولا التخطيط، يعني اولا يبقى عندنا مسابقات واضحه للقطاعات الناشئين، نبقى عارفين من دلوقتي 4 5 سنين قدام احنا الاعمار السنيه او مسابقات الاعمار السنيه تبقى عامله ازاي، لان احنا للاسف بنفاجئ بقرارات فتلاقي فريق كامل اضطر ان هو يخرج، يعني فريق كامل اضطر ان هو خلاص كده مسيرته انتهت لان مفيش مسابقات طول السن ده. فمحتاجين تخطيط لفتره طويله، محتاجين طبعا اجهزه يعني محدده او معينه للقياسات وللتدريبات والكلام ده، احنا شفنا حتى يمكن مستر كولر بيتكلم عن الكلام ده مع الفريق الاول، فالكلام ده الاولى ان يكون موجود مع الناشئين، لان دي فتره التاسيس، دي فتره اللي ببني فيها اللعيب صحيح فنيا وبدنيا ومن ناحيه اللياقه ومن ناحيه كل الحاجات دي، محتاجين تجهيز نفسي وذهني مع اللعيبه دي، لان يبقوا عارفين كويس قوي ان احنا مفيش مثلا نادي بيصعد كل سنه 10 15 ناشئ، ده هو في الاخر واحد او اثنين بالكثير، فلازم اللعيبه تبقى مجهزه ان هو لازم تثبت نفسك، لازم تطلع اللي عندك كله، لازم تبقى عارف ان دي مش النهايه، انت ممكن صحيح تبقى في حته ثانيه. فكل ده طبعا يعني هي الاساس في الموضوع التخطيط، لو حصل تخطيط من كل النواحي من اول البطولات اللي موجوده ايه لغايه زي ما بقول لك الاجهزه والتجهيز، كل ده هنقدر نطلع حاجه كويسه. واحنا دايما عندنا يعني بنطلع دايما اللعيبه، يعني مفيش نادي اعتقد في مصر ما عندوش 3 و4 لعيبه من قطاع الناشئين في الاهلي. صحيح صحيح، نتمنى ان شاء الله تبقى بدايه كويسه للفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله دكتور عادل كريم بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله وتنورنا قريب ان شاء الله.